بسم الله الرحمن الرحيم. عالم كفيف تقني، أصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة، ووصلة جديدة وإضاءة تقنية جديدة مع وصلة جديدة مفيدة للمكفوفين، وهي عبارة عن أوتو جي أدابتر. ما هذه الوصلة؟ هي وصلة ذو رأسين، الرأس الأول يشكل الشاحن أو الوصلة المايكرو يو اس بي الخاص بالأندرويد، الجهة الأخرى قطع وصلة تقبل اليو اس بي العادي. إذن تقبل الفلاش ميموري، تقبل الهارد ديسك، وتقبل أي جهاز آخر توصله في هذه الوصلة. وسأعرض هنا توصيل جهازك الأندرويد بجهاز معروف بالأولمبس عند المكفوفين. الأولمبس هو جهاز للتسجيل الصوتي واللعب بالأصوات وتقطيعها. هذا الجهاز عبارة عن جهاز لتسجيل المحاضرات للطلاب يستخدمونه، المهم فيه مرشد صوتي وإلى آخره، وسيكون هنالك في محله أو هنالك أصلا شروحات لهذا الجهاز، ولذلك لن أتطرق لهذا الجهاز، إنما سأتطرق لوظيفته الرئيسية وهو اللي هو التسجيل. إنزين، الآن عندما تقوم بالتسجيل كنت يجب عليك يعني أن يكون عندك لابتوب حتى تستطيع إدخال بيانات أو إدخال الملفات ونقل الملفات من جهاز الأولمبوس إلى اللابتوب، ثم تستطيع وضعها في الدروب بوكس في غيره مباشرة على أساس أنك تشاركها مع غيرك. ولكن بهذه الوصلة ولله الحمد تستطيع توصيل مباشرة جهاز الأولمبوس إلى جهازك المحمول، ثم تقوم بنقل الملفات منه وإليه. إذن لنجرب معا سريعا. الآن سأوصل اليو اس بي الخاص بالأولمبس، طبعا أنا جوالي نيكسس ولذلك سأستعمل النيكسس ميديا امبورتر، سيفتح معي لنلاحظ. الآن أول ما وصلت الأولمبس في القطعة، ومن الطرف الآخر سأوصل القطعة بالجهاز المحمول. الآن أوصلت بالجهاز المحمول. أوكي، الآن سنرى أنه يعطيني إشعار ليتأكد من أي نعم. الآن سيعطيني connecting. فتح لي مباشرة لأني أنا أسوي أنه يفتح على طول الجهاز. أزل طبعا الذي يعرف النكس الذي يعرف الذي يعرف الأولمبس سيجد أن الذي يعرف الأولمبس سيعرف أن هنالك فولدرات برودكاست وريكورد وميوزك وإلى آخره. لنرى. هذه كلها فولدرات الأولمبس. إنزين نختار الريكورد. فولدر A. أي ملف سأقف عليه سأضغط ضغطة مطولة. طبعا طبعا في الجوالات الأخرى سامسونج مثلا تستطيعون المشاركة من خلال فايل مانجر، وكل جهاز حسب الملف البرنامج الذي يستعمله في نقل الملفات. هذا هو الشير. Add to Dropbox. Android Beam. Drive. Gmail. وهكذا. Skype. WhatsApp. أستطيع على طول تحميله في الواتساب. أي ميوزك من وين؟ من الأولمبس. هذا كله عن طريق الوصلة التي تكلمت عنها في البداية، وهي OTG أدابتر.
وإن شاء الله أن هذه الوصلة تنال إعجابكم، وهذه الإضاءة التقنية تنال إعجابكم. عليكم باللايكات وعليكم بالمشاركة لمتابعتنا في القناة عالم كفيف تقني وأصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة. معكم كنا لنفيدكم، ودائما لأي استفسار عندكم التواصل معنا بعد ومرفق مع